السلام عليكم، كل سنة طيبين، عيد مبارك علينا جميعا. كم واحد بقى خلص تمرينته النهاردة واتمرن ايه؟ يا ريت تبعتولي، خصوصا الناس اللي بتتابع معايا اللي بتقول ان هي هتوصل وان هي هتتغير وان هي هتحقق نتائج كويسة. يا ريت تبعتولي ابديت مي على طول بالمستوى اللي انت وصلتوله. الأسئلة اللي جات لي كلها ازاي، دايما بيتقال ازاي ازاي بعد اسبوع اتغيرت، ازاي بعد 14 يوم اتغيرت، التحول اللي عملته خلال شهر، التحول اللي عملته خلال 50 يوم. كان نفسي اتسأل ليه الاول، ليه نزلت المستويات قوي كده بالمستوى السيء اللي انت ابتديت منه ده، وليه قعدت فترة طويلة تبص على جسمك وانت جسمك عمال ينهار، الفيتنس بتاعك بيضيع، الشيبنج بتاعك بيضيع، المسلز الكتلة العضلية بتاعتك مفيش، وبتبوظ في جسمك بطنك منظرك كله. ليه قررت انك تخوض التجربة دي وتصورها وتوريها للناس؟ ايه الاهداف والجينز الخاصة بيك، وايه المكاسب العامة اللي انت كان نفسك توصل لها؟ ما تسألش السؤال ده خالص. ازاي عملت التطور ده وازاي عملت التحول ده؟ انا قلته قبل كده في كذا فيديو، عن طريق حاجتين، الرياضة والدايت. انا عموما في حياتي بستخدم الدايت، لا خالص، انا باكل كل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه بالكمية اللي انا عايزها، بس بموت نفسي كل يوم في التمرين. لكن في فترة التحول عشان اعمل صعود مفاجئ وأعلى بجسمي استخدمت حاجتين، الرياضة والدايت. الرياضة كنت بتمرن كل يوم، بتمرن مرة واحدة أو مرتين تمرينة كاملة. الدايت كان هاي بروتين لو كارب، لو كارب اللي هو تقريبا يعني قريب من الزيرو كارب. لازم تستخدم مالتي فيتامينز لما تعمل اللي أنا بعمله دوت. أنا ما استخدمش مالتي فيتامينز لدرجة إني كنت بدوخ، ممكن أدوخ وأعرق، وكملت على نفس الطريقه وما استخدمتش مالتي فيتامينز لسبب، لان انا كنت بعود جسمي على حاجه معينه، يعني كان في اهداف معينه في دماغي بحاول اعملها. طيب ده لو انت عملته هتوصل؟ لا مش هتوصل. هتستمر؟ لا مش هتستمر. ايه بقى الفكر في التجربه اللي انا عملتها ده؟ الفكر في التجربه اللي عملتها دي ان بحاول اوصل لك ان الرياضه لما تمارسها كل يوم وتجيف يور اول، يعني تمارسها بعنف، تمارسها بشراسه، تمارسها بتدي فيها كل اللي عندك، بتدي فيها كل طاقتك، بتعلي هرمون التستوستيرون في جسمك. فلما يعلى هرمون التستوستيرون في جسمك بيحصل كل الفوائد اللي بعدها. ابطال كمال الاجسام بياخدوا ستيرويدز ليه؟ واحد بيقلل شعورهم بالالم فيقدر يشيل اوزان اعلى ويقدر يستحمل التمرين لمده اعلى. اثنين بيقلل شعورهم بالتعب والارهاق، وبرضه بيقدر يشيل اوزان اعلى، وبرضه بيقدر يدي كارديو ويقدر يدي تمرين اعلى. ثلاثة بيساعد على نمو العضلات بتاعتك. أربعة انتي ديبريسنت، فبيساعدك مع الدايت ان انت ما تخشش في مود رخم وتبقى مكتئب وتبقى متضايق والحاجات دي كلها. يبقى الرياضة هتعلي نسبة التستوستيرون عندك، ولما يعلى نسبة التستوستيرون عندك كل الجينز دي هتحصل. إذا فربنا مديك نعمة لوحدها من غير ما تعمل أي حاجة كده، إن أنت ميل ذكر فعندك تستوستيرون بنسبة حلوة. كل عليك إن أنت لو مش هتعليها تحافظ عليها، ما تقللهاش. اللي بيحصل ان احنا بنقلل نسبة التستوستيرون في جسمنا عن طريق الليزنس، الكسل، مكسل تعمل اي حاجة، مكسل تروح الجيم، مكسل تشيل اوزان تقيلة، مكسل تشيل الحاجات، وعايز بواب يشيلك، وعايز شيال يشيلك، وعايز اسانسير يطلعك وينزلك. انا طالع نازل ما استخدمش الاسانسير، استخدم رجلي، انا بتلكت عشان استخدم رجلي. المفروض الرجلين هي اكبر عضله عندك واقوى عضله عندك. عند معظم الرجاله للاسف الرجلين من اضعف عضلات جسمه،
حتى مع الناس اللي بيروحوا الجيم وبيمارسوا بادي بيلدينج، للاسف تشيكن ليجز او يعني اللي واو فيهم يعني حجم رجله قد حجم دراعه، ده بقى اللي جامد يعني اللي ما حصلش. شيء مقصص جدا جدا جدا، يروح الجيم بس عشان يبقى شكله. لا بيعكسوك البنات، بيعكسوك نفسك البنات يعكسوك، ولا عايز تكبر دول هتعمل بيهم ايه؟ نسبة الذكورة بقت في الأرض، في الأرض هرمون التستوستيرون بقى في الأرض. علي حبيبي التستوستيرون اللي في جسمك وارجع ذكر، هتلاقي جسمك اتظبط لوحده. كل اللي عليك بقى انك تعمل ساعتها شوية مجهود، فالمجهود ده هيساعدك انك تحافظ على الشكل الذكوري لجسمك بس. يعني انت لو عليت هرمون التستوستيرون في جسمك هتبتدي جسمك يرجع لشيب الذكر العادي الميل. ده كل اللي انا كنت عايز اوصله.